دلوقتي هنروح مكتبة اسكندرية اللي نظمت الاحتفالية السنوية العاشرة لتخرج الطلاب الأفارقة المشاركين في برنامج شباب الصفوة الأفارقة. البرنامج ده بيستهدف تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية وفتح قنوات للتواصل بين الطلاب لتنمية مهاراتهم العلمية والمعرفية. أفريقيا بتقع في قلب ودوائر الاهتمام الاستراتيجي المصري. من المؤكد أن وزارة الخارجية بتهتم جدا بالبعد التعليمي والثقافي. بناء كوادر أفريقية هو الحلم الأفريقي اللي احنا بنسعى إليه. أفريقيا غنية بشبابها، الشباب هم ثروة هذه القارة وهم مستقبل هذه القارة، وبالتالي بناء القدرات، التعليم، الثقافة، الخريجي الجامعات المصرية دائما ما يحملوا الولاء لهذه الدولة التي قامت بتعليمهم وتخرجهم من جامعاتها. احنا بنعتمد اعتماد كبير جدا على خريجي هذه الجامعات حتى نقوي علاقتنا مع الدول الأفريقية اللي هم جايين منها، ونضمن ان احنا عندنا دائما مراكز سلطة داخل هذه الدول. احنا بناخد حوالي 8 جامعات مصرية من مصر، اسكندرية والقاهرة وطنطا والسويس وعين شمس، ويعني 8 جامعات مصرية، وبناخد الطلبه اللي بيدرسوا في هذه الجامعات، وبنحاول ان هم اولا نعمل لهم كارنيهات يبقوا اصدقاء المكتبه، وبعدين هم بقى بييجوا المكتبه يترددوا على المكتبه خلال الاربع سنين اللي هم بيدرسوا فيهم في الجامعه. بتعمل لهم ورش عمل، بتعمل لهم استضافه، بتعمل لهم محاضرات، بتعمل لهم نوع من العلاقة اللي فيها نوع من، مش عايزين نقول ان احنا يعني بنكونهم او ان احنا يعني مش عايزين نوصل بهذا الكلام بالمستوى ده، انما احنا بنعمل معهم نوع من الشراكة كده. وده بيبقى معروف لدى السفارات اللي هي موجودة. احنا عندنا النهاردة ناس ضيوف من السفارات اللي احنا عندنا 8 دول افريقية، من السودان وجنوب السودان وأوغندا والصومال، ويعني 8 دول افريقية. هو تفعيل للأجندة 21، هو تفعيل للاس دي جيز او السستينبل ديفلوبمنت جولز او آلية التنمية المستدامة بتاعة العالم، او وفي نفس الوقت احنا بنعد جيل جديد عشان يشيل المسؤولية من بعدنا. احنا بنينا جد على مستوى افريقيا بناء جيد وقوي، والمفروض ان الاجيال القادمة تكمل هذا البناء اللي بنا. افريقيا النهاردة بقت تتمتع بقوة كبيرة جدا، حتى في لجان المفاوضات في الاتفاقيات الثلاثة الكبرى للأجندة 21، التصحر، تنوع البيولوجي، تغير المناخ. وهذا ليس بمعزل عن احتضان مصر للكوب 27 القادم ان شاء الله في شرم الشيخ. كده احنا بنأكد الريادة المصرية، وفي نفس الوقت بنأكد الريادة الإفريقية بدعم مصري، ثم بعد ذلك بنؤكد ان احنا لسنا بمعزل عن العالم، وانما نحن اقوى المجموعات على مستوى العالم كمان. يكون في احتفال بهذه الصورة، تقوم مكتب اسكندرية بالذات كمنارة عالمية ما يملك بها، فده شرف كبير لنا أفارقة. كونوا تقام حفلة تغريم الأفارقة في مكتبة عالمية زي مكتب اسكندرية، وده بيأكد دور مصر الريادي والثقافي كمنبع للثقافات، فهو له دور رائد في النشر وتطوير الثقافات في الدول الإفريقية. الاحتفال جميل جدا، والفضل بترجع للمكتبة ولعليم، وبشكر كمان دولة مصر على فرصة العزيمة اللي هم سمحوا لنا ندرس هنا في جامعات مصرية. فشكر لكل المصريين ولرئيس عبد الفتاح السيسي. النهارده يوم جميل قوي، يوم جدا، انا مش عارف اعبر فرط بكلمات. يعني انا حسيت يعني بعد 5 سنين انا خلصت كليه صيدله، وانا هقدم الناس بتاعتي في جنوب السودان، ففرع عظيم قوي على قلبي. واحنا مبسوطين جدا، واحنا بنحتفل بنحصي تعب السنين والغربه والتحديات والمعاناه. يعني الواحد مبسوط ان حد انه قاعد يحصد بفرح. لا، مصر حلو، مصر كويس، ومبسوطين جدا عشان اللي هكون مصريه واخد باله مننا قوي جدا، مدينا فرص للتعليم، فرص لحاجات كتيره، وهنا في امان. نشكر ربنا على دي، مبسوطين جدا.